فلماذا الإنسان ينشغل بالشيء المضمون ويترك الشيء غير المضمون؟ فالرزق مضمون، قد كتب الله رزقك، فانشغل بما هو ليس بمضمون، هل أنت من أهل الجنة أو النار؟ فالرزق مضمون وما انتهي. ولذلك لما قيل لبعض السلف أو قالوا له يعني بسبب زهده، قال علمت أن رزقي لا يذهب إلى غيري. انظر انظر إلى هذا الجواب الحكيم. قال له كيف صرت زاهد؟ أنت زاهد يا إمام، كيف حققت هذا الزهد؟ قال علمت أن رزقي لا يذهب لغيري، الرزق المكتوب سيأتيك لا يذهب إلى غيري، فاطمأننت وعلمت أن يومي لا يتأخر فأنا أبادره.